بسيط، مزور ده اللي هو صندوق اللي بيحطوا فيه التبن علشان الحيوانات تاكل منه. السيد المسيح لما ولد اتولد اختار ان هو يتولد في ابسط مكان وعاش كابسط انسان، واتولد من امنا العذراء اللي كانت طفلة يتيمة وفقيرة، وعشان كده لانه ممنوع انه في بنت تقعد في الهيكل بعد السن ال 12 فجوزوها لشخصية طيبة لطيفة اللي هو يوسف النجار. وهكذا اتولد يسوع في ابسط مكان، واتولد من انسانة بسيطة خالص اللي هي امنا العذراء. ولما اتولد اتولد في بيت لحم اليهودية، ودي مدينة ما كانش ليها اي أهمية غير حاجة واحدة بس، إنه خرج منها داود النبي، لكن غير كده كانت تعتبر مدينة بسيطة مش من المدن الكبيرة في إسرائيل. وهكذا السيد المسيح اختار أبسط الأشخاص وأبسط الأماكن علشان هو يجي من خلالهم أو يولد فيهم. هو اختار البسطاء لأنهم بيعتمدوا عليه. في الحقيقة الناس البسيطة الفقيرة ما عندهمش سلطة يعتمدوا عليها ولا فلوس يعتمدوا عليها، هم ما عندهمش غير الله، ربنا هو نصيبهم الحقيقي. فلذلك اختار الله هؤلاء عشان هو يعيش، يكون منهم ويعيش وسطهم. السيد المسيح عاش كأبسط إنسان، وقال لأحد الناس للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، ملوش مكان. عاش كإنسان فقير بسيط ملوش مكان، ملوش حاجة ثابتة، ملوش مورد حتى في فلوس ثابت. عاش كإنسان بسيط، عاش كإنسان فقير، وهو أراد إن هو يدينا مثال علشان إحنا ما نحتقرش هؤلاء الأصاغر، لأنه هو كان في يوم من الأيام واحد منهم، هو عاش كواحد منهم. لما جه وعاش كأفقر وكأبسط الناس عشان ما حدش يحتقر هؤلاء ويقول لا 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 لا، إحنا مش معقول نهتم بدول. هو في الحقيقة كان من دول، أراد إنه يجي من الناس البسيطة. وحتى في خدمته كان بيخدم كأنه خدام للناس مش كرئيس. هو نفسه خلع الآزار بتاعه، خلع الثوب، كان في اليهودية زمان بيبقوا لابسين جلابية كده وفي إيها اللي يلبسوا زي جبة كده، خلعها وشد وسطه بحزام، ودي كانت عمل ما بيعملوش غير الخدام بس، يشدوا وسطهم بحزام. وبدأ يغسل أرجل تلاميذه، وبعد ما غسل أرجل تلاميذه قال لهم ها مش انتوا بتدعوني سيد ومعلم حسنا تقولون، كويس، فإن كنت أنا السيد والمعلم فعلت بكم غسلت أرجلكم، فيجب أنتم أيضا أن تغسلوا بعضكم أرجل بعض. مين يقدر يعمل دي؟ محدش يقدر يعملها، كانت كبيرة قوي صعبة، حتى القديس بطرس رفض ان السيد المسيح يعمل كده، كانت صعبة عليهم. الناس دايما تقول لك المسيح المعجزات، المسيح اللي صنع العجائب، المسيح اللي اكل الناس، لكن ما بيبصوش للمسيح اللي ما كانش ليه مكان يسند راسه، ولا للمسيح اللي كان محتقر ومرزول والناس بتعيب عليه وتتريق عليه وترفض تعليمه. ما بيبصوش لده، دايما عادة بنبص للجانب اللي فيه مجد، اللي فيه عظمة. لا يمكن ان احنا نصل لهذا الجانب اللي بتاع المجد والعظمة غير عن طريق ان الانسان يتضع في حياته. ان اردت ان تكون عظيما في نظر الله يجب ان تكون متضع في نظر وفي نظر العالم. الله لما بينظر قال كده، كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. الصورة في السماء مختلفة، في نظر الله مختلفة. الله اختار
داود الغلام البسيط عشان يكون ملك، واختار أرمية الصبي الصغير عشان ده هو اللي هينبه إسرائيل ويوعزهم ويرجحهم، واختار موسى اللي ما كانش اللي كان لسانه تقيل وكان عنده 80 سنة وما يعرفش يتكلم عشان يروح ويقف قدام فرعون اللي في الوقت ده كان يعتبر ملك العالم. كل هؤلاء البسطاء والضعفاء في نظر العالم كانوا أقوياء جدا في نظر الله، لأن إيمانهم كان قوي، محبتهم كانت قوية، علاقتهم بالله كانت علاقة قوية. هو ده للسيد المسيح أراد أن يعطينا أو يعلمنا من خلال ميلاده. أنا زي ما أنا عشت حاولوا أن كنتوا تعيشوا زيي. في ناس كتيرة اختاروا الفقر الاختياري وكانوا عظماء. القديس مكسيموس ودماديوس كانوا أولاد ملك، والقديس أرسنيوس كان معلم أولاد ملوك، كانوا كلهم، والقديس قزمان ودميان كانوا أطباء وكانوا مشهورين، والأنبا أنطونيوس كان من كبار الملاك في بني سويف. كلهم باعوا أملاكهم وتركوا كل مجد في العالم وعاشوا بسطة وفقرة زيه. هو أعطانا مثالا لكي نتبع خطواته، إدانا الطريق اللي احنا نمشي فيه. مش معنى كده أن الإنسان يعيش فقير، ولكن مش لازم الفلوس تسيطر عليه، مش لازم الأموال تخليه حاسس بنفسه أنه هو أعظم أو أحسن من اللي حواليه. ممكن ناس كتيرة تعيش معاها فلوس لكن ما تحسهاش ان هي معاها فلوس كتير. الفلوس مش مسيطرة عليها، هي بتموال، مش الاموال هي اللي بتملكها. كتير زي ابونا ابراهيم كان غني، وزي القديس المعلم ابراهيم الجهري كان غني، وزي ابونا ايوب كان غني. كلهم كانوا اغنياء، ولكن الفلوس ما كانتش ملكاهم، بالعكس كانوا هم اللي بيمتلكوا الفلوس وبيوجهوها لخدمة ربنا، وعمرهم ما نسيوا ربنا أبدا وسط أموالهم، وعمرهم ما حسوا إن هم كبار علشان فلوسهم كتير أو سلطتهم شديدة أبدا، بالعكس عكس كده خالص. وظفوا الفلوس عشان تخدم ربنا، وعاشوا بنفسيات بسيطة متواضعة هادية، عاشوا ما بيحتقروش حد، وعاشوا بيحبوا الكل وبيقدروا الكل. عشان كده خدوا مجد من الله وخدوا نعمة وأصبحوا قديسين. هكذا كما تبعوهم السيد المسيح في خطواته، وصلوا في النهاية لمجد، وصلوا في النهاية وخدوا الملكوت. مشكلتنا إنه ساعات العالم بيضحك علينا، لكن هم كانوا عارفين الطريق كويس، وقالوا زي ما قال الأنبا أنطونيوس لوالده لما مات. والده لما مات كان صاحب أكثر من 300 فدان في بني سويف، وكان شخص ليه نفوذ والناس كلها رضاه، لكن بص كده وقال: أنت خرجت من العالم بغير إرادتك، أنت كان نفسك تكمل وتعيش بنفوذك وسلطتك وأموالك، لكن أنا هخرج بإرادتي، أنا هخرج منه وأنا مبسوط وأنا عارف أني أنا اللي كسبت، ما خسرتش حاجة. هو ده اللي عاوزين ناخده النهاردة كدرس من دروس قصة الميلاد. السيد المسيح خالق السماوات والأرض، ملك الملوك، الذي لا تسعه السماوات والأرض والمالئ الكل. عندما أتى من أبسط فتاة، وتولد في أبسط مكان، وجه في أبسط مدينة. هو ده، وعاش وكمل حياته كأبسط الناس. فياريت يكون السيد المسيح دايما في حياتنا مثال عشان نتبع خطواته. النقطة الثانية اللي عاوزين نعرفها من الإنجيل النهاردة، كان ممكن ربنا يشيل هيرودس، كان ممكن ياخده، لكن أراد أنه هو يعلمنا أن احنا ما نواجهش الشر.
نهرب من الشر ما نواجهوش إلا إذا اضطرينا في يوم إن احنا نعلن إيماننا زي الشهداء. لكن بطبيعتنا دايما نكون نحن نحاول نعمل الخير مع اللي حوالينا. لما تكون في مشكلة نحاول نعالج المشكلة بهدوء، مش لازم ان احنا نواجه الدنيا ونسمع دايما ونقول ما ربنا هيتصرف ويعمل، ما يهمناش، مش مهم. لا، على قد ما تقدر زعمل زي السيد المسيح، لم يواجه الشر، بعد بعيد عنه وما واجهش الشر. لا تجرب الرب إلهك. على قد ما تقدر إذا كان الموضوع لا يخص عقيدة فأنت مش مطلوب منك أنك أنت تواجه الشر بطريقة مباشرة أبدا. ممكن ننصح الناس لما تكون ماشية في طريق غلط، وممكن نصلي لهم على قد ما نقدر ونكلمهم ما نقدر وما نزهقش أبدا، لكن ما تواجهش الشر بطريقة مباشرة. ساعات بتبقى الموضوع محتاج لتدخل إلهي، وساعات الله بيبقى ليه حكمة احنا ما نعرفهاش لوجود بعض الشخصيات الصعبة حوالينا. نصلي لهم، ربنا يهديهم وربنا يغير نفوسهم، ونعمل زي سيد المسيح ما عمل، قام وهرب إلى أرض مصر، وكانت بركة ونعمة كبيرة أوي 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 لينا إحنا هنا في مصر. ما زلنا نتمتع ببركات وجود العائلة المقدسة في أرض مصر، حتى يقال إنهم عدوا على منطقة، طبعا أنتم عارفين عدوا على منطقة المطر مسترود والمطرية، وغالبا عدوا على الزيتون وعدوا على وادي النطرون وعدوا على أسيوط، وكل مكان عدوا فيه صار مكان يمجد اسم الله. صارت هناك كنائس وأديرة وناس بتمجد اسم الله، وصار مصر أرض بركة كبيرة بوجود العائلة المقدسة فيها. احنا نتميز بأنه السيد المسيح راح عاش في فلسطين وعاش عندنا في مصر فترة بتقدر بحوالي يمكن أكثر من 3 سنين، وكل مكان زاره بقى فيه دلوقتي كنايس وبقى فيه أديرة. فنشكر ربنا على انه هيرودس اراد ان هو يقتله، فاحنا بإرادة هيرودس ده وتفكيره خدنا احنا بركة نشكر ربنا عليها، ما نستهلهاش، ولكنها نعمة خدتها أرض مصر وخدها شعب مصر. ربنا يبارك في حياتكم، سنة وانتم طيبين، وإلهنا المجد دائما أبدا.